خويا واش حنا ها انت تشوف في الطرقان كي دايرين، ما عندناش الحق نديرو حتى حنا يديروا لنا طريق. الكوليج ولادنا كيتعرضوا لاقصى التعذيب، حيت ولادنا ما عندناش حتى الكوليج، كيدوهم لسيدي بيبي، ما عندناش الحق يديروا لنا كوليج. كوليج 8 سنين هذه باش خارج، وملي كنهضروا مع المسؤولين كيقول لك ما عندهمش الارض. واش الدوله كتسنى تاخذ العيد باش تدير لنا حتى حنا كوليج بحال الناس؟ ما عندناش طريق، ما عندناش الربا، المدرسه ها هي اللي كتقطر، ما عندناش المدرسه ما زوينه كتقطر لينا الدراري، الحيط مشقوق، الدراري با تريب عليهم. يعني راه حنا معرضين في هذه الحشاش اقصى تهميش، كيهمشينا ما كاينينش المسؤولين مع من تهضر. عاد كاينه واحد البحيره كتجمع من هذه المدرسه حتى الملحقه هذه وحتى القهوه اللي هي بحيره، منها ملي تحشي الشتاء ما كنلقاوش حتى ما ندوزو ولادنا. خويا حنا راه حنا هذه حشاش راه ما كاينش فيه مع من تهضر. وكنشوف انت شوف لي قدامك، شوف القصدير، شوف المدرسه كمضاليه بالقصدير وكتكثر على ولادنا. واش حنا ما عندناش الحق؟ واش ما عندناش الحق يديروا لنا ربا؟ واش ما عندناش الحق يديروا لنا كوليج؟ الخمسه الطوبيسات اللي واصلين هنا في هذه الحشاش اللي كينقلوا الدراري لسيدي بيبي، ما عندناش الحق. ولادنا كنحضوهم ونكبروهم حتى يجيبوهم المراهقه ونسيفتهم لنا لسيدي بيبي. اخويا راه حنا بزاف علينا، وحق الله الا قلوبنا بيطرطقوا بالله وكملوها. هزوا الجماعه من سيدي بيبي حطوا لنا في تدارت، وتدارت مقطوعه ما لهاش الطريق، خاصك تمشي تقلب على خطاف، خطافه عباد الله، وكتمشي لسيدي وتمشي لتدارت. ولادهم ساكن وكيدوا وليداتهم وقلبوا على خطافه. هادشي راه عيب والله تاع عيب، هادشي اللي داروا معانا وحق الله العظيم. وما كاينش مع من تهضر اخويا، والله ما كاين، هادشي راه حشومه، والله الا حشومه هادشي اللي داروا. المهم حنا الساكنه ديال الحشاش تنعانيو بزاف ديال المشاكل، مشاكل ديال الوضع المزري، ديال في البنيه التحتيه، ديال المدرسه اللي السقف ديالها باقي تيقطر على التلام، ديال الطريق ما عندناش، الطريق ما كايناش متوفره. الا كانت الشتا راه التلميذ تيمشي فواحد الحاله يرتلها، يعني راه ضروري الا طاح لك الدري في هنا راه هنا تيولي بحال شي بحيره، تيولي غرق بالماء. زائد زد عليه البلان ما كاينش، رونبوا عباد الله ديما تتموت في الطريق، ما كانش ديما حنا كل مره راه غادي تكون عندها رونبوا، ديما غادي تكون واحد رونبوا، ديما غادي تكون واحد رونبوا، ديما التاجيل، ما عمر رونبوا كانت. زائد الطريق، زائد البلان، زائد المدرسه اللي باقيه مغطيه بالقصدير، كنوصلوا غير الشتا دابا داخلين على الموسم ديال الشتا، كلام فين غادي يقراو؟ غادي يبدا التلميذ الاستاذ يعاود يحول فيه من بلاصه لبلاصه، النوافذ، يعني المدرسه بحد ذاتها خصها الاصلاح، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الاحتجاج درنا على قبل الاضراب ديال الاساتذه اللي ما خداوش الحقوق ديالهم، والكلام دراسي تيضيعوا، وخاصه المقبلين على امتحانات بحال ديال السادس دابا راه مقبل على امتحانات، يعني التلميذ الا ما قرا اش غادي يدير في هذا الامتحان؟ اش غادي يوجد ليه؟ راه غادي يضيع، ما عندوش لا كاباسيتي باش يدوز الامتحان. ها وحده يعني البنيه التحتيه ديال المدرسه راه هشه بزاف، الجمع العام ديال المؤسسه ديال جمعيه الاباء ما كاينش، شحال هذا وحنا تنطالبوا به؟ عينا ما نسولوا اللي معني بالامر، يدير لنا غير جمع عام ديال الاباء باش نبادروا بالاصلاح، ما كانش. ما كرهناش الانسان يتدخل ولو ما تكونش عنده علاقه بالسلطه كاع، يجي غير يصلح لنا حنا المدرسه، يصلح لنا هاد الطريق اللي تنعانيو منها. راه المراه اللي بغات تدي ولادها تتعاني، تتعاني بزاف، الرمله راه هاد الدوار ديال الحشاش راه في الطريق، راه بنادم تيمشي فيها تيغرق، ما فيها حتى شويه ديال القياس، ما كنطالب بشي اصلاحات خياليه، لنا غير اللي يحفظ الكرامه ديال الانسان، غير ابسط الحقوق، طريق مزيانه، مدرسه مزيانه، التلاميذ يكون عنده واحد الفضاء زوين، انت تشوف الواجهه ديال المدرسه، لا تشجير لا والو، قلت لك السقوفه تيسيلوا في الشتاء، راه انت تشوف راه غير القصير باش مسقفين، يعني راه كاين واحد المشقه التلميذ باش يقرا، راه كاين مشاكل هنا في الداخل ديال المدرسه. اي واحد شاد دوز ولايه ديالو والا تنصوتوا عليه باش يصلح لنا الطريق، وتيعطينا وعد، وعد باش يصلح لنا الطريق اللي تتدينا وتجيبنا، ما بيك تتسالي الولايه ديال التشويق وتتبقى الطريق كما هي. دابا راه الوضع راه ما كاينش الشتا، ولكن تعال تشوف نهار تكون الشتا راه هنا تيتحول الوضعيه يرتلى، راه خصك باش تدوز المدرسه راه خصك شي قارب، اي ما على جنيك والله ما تدوز، راه غير صحاب الحوانت اللي تيستاجروا فينا ويديروا لنا الصناد ويديروا لنا الحجر باش ندوزو، راه تما واحد الهبطه تتحول لواحد البحيره ولا ما نعرف، راه ما تقدرش، راه الدري تيهبط فيها تيجلس من 8 حتى لوحده ونص، سروالهم بلول، قشرهم بلول، صباطهم بلول، راه يرتلى، تمشي يمشي بلاصه وتهبط في هذاك الماء، راه انت كبير راه غادي راه عرفتوا اللي طاح في الماء
كيعرفناش اش غادي يطرى له، وتيبقى بحال هكاك الا ما دارولي شي بلاستيكه وجراتو. واش عباد الله حنا في 2023 مقابلين على 2024، يعني الاصلاحات تكون في الدوله كامله والاحشاش ما توصلوش الاصلاحات. احشاش يا سيدي بيبي، الاصلاحات ما تتكونش، الكيمياء ما تتوصلش، ربنا حقنا غير بالتنميه البشريه. راه احشاش فيه بزاف ديال الخيرات، فيه بزاف ديال الضيعات الفلاحيه اللي تتعطي مرضوديه كبيره للدوله. يعني راه هاد الناس راه تيخلصوا الضرائب ديالهم للبلايص الاماكن المعنيه بالضرائب. يعني ابسط شيء توفر على المواطن هي الطريق، ابسط من ابسط الضروريات الطريق. انت تتمشى وسط الرمله، تتمشى وسط الماء، كيف انت حتى غادي تقرا الطريق؟ راه حنا اول هم عندنا هي الطريق. الرمبا راه شحال من كسيده، راه غتكون التغاضي على الامر الواقع. لو من المسؤولين يسمعوا المشاكل ديالنا، تكون شي اذان صاغيه تلقى الرساله ديالنا لعل وعسى يكون غير واحد شويه ديال الاصلاح، غير واحد شويه ديال التنميه، غير واحد، غير حتى على قبل وليداتنا، غير حتى على قبل الامهات اللي مساكن تيضلوا يعانيو. راه لا حول ولا قوه الا بالله، تنتمنى يكون شي قلوب، لا شكون شي اذان صاغيه، يعني شي مسؤول يبقى في الوضع ديالنا، شي انسان يكون عنده الامكانيات، حتى اللي ما عنده الامكانيات الماديه تكون عنده غير الامكانيات المعنويه. المهم الدراري عندنا دابا شهرين من شهر تسعود هما داخلوا كقراو، شي قرايه ما كاينه، قرا ساعه ونص، سيمانه ديال العطله، جوج سيمانات ديال العطله، كل مره شاد ديال العطله. المهم يديروا الواجب مع الاستاذ، الاساتذه يديروا مع الواجب ديالهم حقوقهم، وخلوا وليداتنا حنا يقراو الاساتذه، وخلوا الاساتذه يقراو وليداتنا، ما بقاوش دايرين هذا الاضراب. كل مره عطله سيمانه، جوج سيمانات، يجي الدري يقرا ساعه ولا ساعتين ويمشي مكرفص، طريق فيها الماء، ملي كتصب شتا كيولي الفاير. كيديروا الواجب مع الاساتذه، خليهم يقريو الدراري، الدراري مكرفصين كيجيو ويمشيو، والدري كيفيق مع الصباح بكري، يجي يقرا ساعة ويرجع، دائما شاد العطلة، شانتي ما كاينش، الكلاب كيلعبو مع الدراري، الدري تبغى تصيفطي للمدرسة بوحدو، تخاف من الكلاب اللي يعضوه، ملي كتصب الشتا كتولي فيضان، الشانتي ما كاينش ما نقطعو، نحنا لولادنا كي غنديرو ليهم، ما كاينش شي حديقة في العشية تخرج ليها وليداتنا كنخرجو من غير التراب، دائما ضالين حابسينهم، في العطلة ما كاينش فين نخرجوهم، شي جريدة. المدرسة مسقفة بالقصدير، كلاب كيلعبوا مع الدراري.